ما ادري شنو هالاصرار على اني انا نازله ضد احد ولا لا. انا انسانه ترى بسيطه امثلكم كلكم، مواطنه لديها حلم قديم، حان الوقت لانها تروح تتقدم الى الانتخابات. ظروف اختلفت، ظروف افضل مما كانت عليه، يعني في هذا اللي احنا نشوفه من تغيير ومن امل، حياه من جديد بتفوز كل الكويتيين، ان القادم سيكون افضل وان هناك حكومه جديده ورئيس برلمان جديد. فمن حقي ان انزل انتخابات؟ هذه بالنسبه لي هي فرصه العمر اللي كنت انتظرها طول العمر. وانا لما قدمت نفسي وانا احمل مشروع اصلاحي، تكلمت عن السلطه التشريعيه وقلت انها اكثر فسادا من السلطه التنفيذيه، ولا يمكن ان تصلح الحكومه دون ان تصلح البرلمان. بالملح يصلح ما يخشى تغيره، فكيف بالملح ان حلت به الغيره. اصلاح البرلمان من بوابه واضحه، دخلت الى الناس قدمت مشروعي. اصلاح البرلمان يبدا من اصلاح الانتخاب نفسه، مو بس الاليه صوت صوتين، لا، تغيير الدوائر. وتغيير الدوائر مو بس انه في تباين، لا يا جماعه، في شيء يعور القلب اكثر. الدوائر مقسمه مذهبيه وطائفيه وقبليه وعائليه، بحيث ان اي واحد محل الانتخابات ما يتعب باستنتاج النتيجه لان هي اصلا مقسمه. فجاء الصوت الواحد ليقسم المقسم. لما حطيت تعديل على اللائحه الداخليه وقلت ان رئاسه البرلمان لا يمكن ان تكون ابديه، يجب ان تحدد لها فتره، وهذه الفتره تكون فترتين او ثلاث فترات متقطعه او فترتين مستمره، وبالتالي لا يمكن لاحد ان يبقى في هذا المنصب حتى لا نضطر للخروج ونقول ارحل وقد لا يرحل.